هو كان اسهل حاجه فيه القصه ولا ترانسليت اللي هي الترجمه، بس كان التشوز اللي هو الاختيار كان صعب قوي، فاينز ميستيك كان صعب قوي، غامض قوي كل امتحان، والقطعتين الريدنج اللي هي القطعتين واحده والثانيه برده كانوا صعبين جدا. بس هم كل مره بيقولوا على قد الطالب، على مستوى الطالب المتوسط، وبيجي على مستوى الطالب الفوق المتوسط بكتير. يعني ما حرام يعني يبقى الواحد في الثوره وكده والامتحان يجي صعب، يبقى حرام عليه. والعيال اساسا بيذاكروا مش ما بيذاكروش، حرام والله. دروس ماشيين دروس حلوه قوي، والعيال بتذاكر كويس قوي، بس مع التوتر بتاع الثوره والكلام دوت والانتخابات والحاجات، العيال برضو اعصابها مشدوده، هيعملوا اكتر من اللي بيعملوه. القطعه جايه معقده، العيال كلها طالعه معيطه من القطعه، فهي الواحد الفلوس اللي بيدفعها في الدروس الخصوصيه حرام. احنا اصلا داخلين وعارفين ان هو هيجيب الامتحانات صعب عشان اللي كان عمله السنه اللي فاتت، والامتحانات اللي اصلا ما كانش فيها اسئله السنه اللي فاتت، فلازم يردها لنا السنه دي ونجيب اسئله زي دي. الاسئله ما هيش كلها بره المنهج، بس الاسئله اللي جوه المنهج في يعني حتت ما بنركزش عليها خالص، حتت بعيده جدا وحاجات نادره جدا من جوه المنهج. اول مره اشوف امتحان الاساسي فيه بره المنهج. انا شايفه ان هم بيجيبوا قاصدين الامتحانات صعبه، مش عايزين حد ينجح ولا يخش كليات. ليه؟ حرام. ادوهم الفرصة يكملوا وياخدوا درجات ويخشوا كليات. لما طول السنة انت بنتك مع المدرسين وفلوس قد كده وفي